مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، حيث تمكنت مصالح أمن فرطة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بري مكادة مساء يوم أمسنا الاثنين من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما بقضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. مصالح أمن منطقة بني مكادة تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شكايتها لمواطنين تتعلق بتعرضهم للسرقة بالأخطار بواسطة السلاح الأبيض من طرف قاصرين على متن دراجتين ناريتين. الأبحاث والتحريات الأمنية للشرطة القضائية لبني مكادة المتخذة في هذا الموضوع ومراجعة كاميرات المراقبة مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهما البالغين من العمر على التوالي 19 و20 سنة وتوقيفهما بمنزلهما بحيث طنجة البالية وحجز الدراجتين الناريتين المستعملتين في العمليات الإجرامية، كما تم حجز سلاح أبيض يستعمل في التهديد والسرقة. وأضاف البلاغ بأن الموقوفان وضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعد أن تعرف أحد الضحايا بالإجابة على الفاعلين في انتظار تقديم باقي المشتكين لتأكيد شكاياتهم وإجراء محاضر للتعرف على إذن مشاهدينا الكرام، في هذا المباشر من طنجة أذكر بأن عناصر أمن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة تمكنت يوم أمس الاثنين من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية الموصوفة، حيث تفاعلت مصالح أمن بني مكادة بشكل جدي وسريع مع شكاية مواطنين تتعلق بتعرضهم للسرقة بالأخطار بواسطة السلاح القاصرين على متن دراجتين ناريتين. الأبحاث والتحريات الأمنية للشرطة القضائية لبني مكادة والمتخذة في هذا الموضوع، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهما البالغان من العمر 19 و20 سنة، وتم توقيفهما بمنازلهما بحيث طنجة البالية وحجز الدراجتين الناريتين المستعملتان في العمليات الإجرامية، كما تم حجز سلاح أبيض يستعمل في التهديد والسرقة، وقد تم وضع الموقوفان رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعد أن تعرف أحد الضحايا بالإجابة على الفاعلين في انتظار تقديم باقي المشتكين لتأكيد شكايتهم وإجراء محاضر للتعرف على المشتبه فيهم. إذا مشاهدينا الكرام، مصالح أمن منطقة بني مكادة تتمكن من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة على مستوى حي طنجة البلية
حيث مكنت تدخلات مصالح أمن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أم بني مكادة أمس الاثنين من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. مصالح أمن بني مكادة تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شكايتها لمواطنين تتعلق بتعرضهم للسرقة بالأخطار بواسطة السلاح الأبيض من طرف قاصرين كان يمتطيان دراجتين ناريتين. إذن الأبحاث والتحريات الأمنية للشرطة القضائية لبني مكادة المتخذة في هذا الموضوع مكنت من مراجعة كاميرات المراقبة وأسفرت عن التعرف على هوية المشتبه فيهما البالغين من العمر 19 و20 سنة وتوقيفهما بمنازلهما بحيث طنجة البلية مع حجز الدراجتين الناريتين المستعملتان في العمليات الإجرامية، كما تم حجز سلاح أبيض يستعمل في التهديد والسرقة. الموقوفان وضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعد أن تعرف أحد الضحايا بالإيجاب على الفاعلين في انتظار تقدم باقي المشتكين لتأكيد شكاياتهم وإجراء محاضر للتعرف على المشتبه فيهم. هذا تحية لرجال الحموش الذين يسهرون على سلامة وأمن واستقرار الوطن والذين يتعاملون بجدية مع كل الشكايات التي تتعلق بالضرب والعنف والاعتداء والتي تتقاطر على مختلف مصالح الدوائر الأمنية من أجل التدخل الفوري واتخاذ المتعين في حقن الجناة وتقديمهم أمام العدالة. إذن تحية لرجال الأمن مشاهدينا الكرام وتحية لكم أيضا، ألقاكم في مباشر قادم ومساءكم سعيد، إلى اللقاء.